في أخبار اللاعبين، تراجع أرتورو فيدال لاعب وسط منتخب تشيلي عن قراره باعتزال اللاعب الدولي، وأكد أنه لن يرحل عن منتخب بلاده. وقال فيدال أن المنتخب التشيلي فريق من المحاربين، معربا عن فخره للانتماء للمجموعة، مؤكدا أنه جاهز لتمثيل منتخب بلاده في كل مرة يتم استدعاؤها فيها. يذكر أن فيدال أعلن في مطلع أيلول الماضي عندما سقطت تشيلي أمام بوليفيا ثم أمام الباراغواي أن مشواره مع منتخب تشيلي سينتهي بانتهاء التصفيات المؤهلة للمونديال.